بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما فيش واحدة مننا ما بوظتش شعرها بكريمات وشامبوهات وحاجات كيميائية كتيرة في السوق بتبوظ الشعر، غير الصبغات وغير الجو. يعني كلنا شعرنا بيقع وشعرنا متقصف. عايزة اقول لكم على حمام كريم، يعني بدل ما تدوخه زي او زي اي حد بتدوخ او بتدور كتير عقبال ما تلاقي حمام كريم كويس تعالج بيه شعرها وترجعه زي ما كان واحسن من الاول. كمان عندنا بناويل، ده منتج اماراتي بالقمح وبالخوخ، الاتنين احسن من بعض جدا، اتنين ريحتهم حلوة وبيخلوا الشعر طري كأنه مفرود، جميل جدا جدا. ده بستعمله من زمان، يعني اكتر من 10 سنين بستعمله، جميل. في منه برضو باكت اكياس كده زي بوي بوينت، ده منه كيس برضو بنفس الخوخ وبالقمح. في برضو بوي بوينت، ده كريم شعر، الكريم تقريبا هو بس اللي في كيس، وحمامة الكريم هي اللي في علب، اللي في علب حلوين قوي. ده حلو عشان بيحافظ على لون الشعر المسبوخ وبيعالج تقصف الشعر ومشاكل فروة الشعر وبيخلي الشعر حرير، مفيش احسن من كده. يعني اللي عايزة تبقى شعرها وعايزة تحافظ على اللون وعلى فروة شعرها تستعمل المنتج ده، ايطالي ولا يعلى عليه زي ما بيقولوا في صبغة الشعر. وفي منه حمام كريم بالنخاع، جميل قوي، ان شاء الله هجيب منه برضو واستعمله، الناس كلها بتشكر فيه، ونفس اللون ده، يعني اللي لونه رمادي حمام الكريم باور بوينت. اما بقى ايه، في الابيض بوي بوينت، ده حمام كريم بالبلسم، نفس العلبة بتاعت بوي بوينت ده البامبا، بس دوت ابيض، وبرضو بيقولك بيحافظ على الشعر وبيعالج مشاكل الشعر وكل حاجة فيه حلوة خالص جدا، ايطالي. العيب اللي فيه بس ان ريحته مش حلوة، هو حلو كل حاجة بس ريحته مش حلوة، زي مثلا ريحته، ده ريحته تحفة، اماراتي، اسمه ايه، بناويل. فاللي عايزة اي حاجة تانية عن حمامة الكريم تسألني في الفيديوهات وان شاء الله هرد عليكم، وشكرا.